بالعكس. الخلق فايد ماله؟ كل الظاهرة بانت في السنوات الأخيرة هي وحين السبب بعض المؤثرين والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي رجعوا كيمثلوا أو لا مغنيات كيمثلوا أو لا فنانات كيمثلوا. انتظر هادشي، انتظر علاش انتظر؟ قلت لك هادشي غير غتشوف فيه كاينة، تشوف مغنيين تشوف حيت ماشي دابا الإشكالية عند فهيد ولا السبب هو فهيد، فهيد هو كيبقى بحال حتى أيها الناس كنشوف هادشي. ما عندكش الحق تقول لا مالها ولا مال هذا مثل مال هذا فنان مغني شعبي أجدى لنا وجدى لنا. لا بالعكس صافي، راه قلت لك هي هكا هذيك مدير هكا مفصلة. كما دير واش منتج معيط ليها كمان كا مالك الجمال ولا شي حاجة غتشوفها في رمضان. مالك لا تقول مزيان شاد ونشوفوا ملك الجمال زعما وفي رمضان ما جاتش. لا يعني ما علينا احنا دابا انا شرحت ليك، انا قلت لي راني جاوبتك يعني كتشوف ممثلات. انا ماشي ضدهم ولكن انا اؤمن بالطاقات اللي جايين من ليزاداك، جاي من المعهد تحلم فرصه لان كيفاش شنا ممثلات ديال ليزاداك دابا اللي تبارك الله اسميات وازنه في البلاد في التمثيل في التشخيص. يا سلام، وعاد عندي عمل مع بوطازوط مسرحي ان شاء الله. حيتي الفت لا ما انت دابا فيما يجيب لي الله التيسير غير ليا فيما يسهل عليا يا كتبقى تجربه غتكون تجربه مع الاستاذه اللي انا كنحيي من هذا المنبر هذا والزوج ديالها صديقي وخويا وحبيبي دو غادي نشتغلوا انا وياه ان شاء الله. تجربه مسرحيه لا شو المسرح اخي صافي القوه ديال الله سبحانه الا هو عاد عبدو ربي السرسان مسرح صافي. عبد الخالق فهيد ما ندمش لانه التجربه ديال مسرح الحي سالت. بالعكس كيف حسك الحال بعد مرحله وانتهت؟ لا مرحله وانتهت، ما يمكنش مسرح حي غير يستمر هاد السنين كلها. هي مرحله جات في واحد الوقت معين لاسباب معينه. سلا حرم الله الرزق حيت راه راه الاستمراريه ضامنه لك الله ستون تجتهد سالينا. راه كيوقع بعض المجموعات ديال الفرق المسرحيه في العالم العربي راه فينا هو ديال عادل امام كان مسرح المتحدين والمصريين وكذا فينا مدرسه المشاغبين في كتوصل واحد المرحله كيوقع هناك انشقاق لظروف ما يعلمه الا الله وتستمر الحياه. عبد الخالق فهيد علاش المغرب ما قدرش ينتج انتاجات كبيره في مستوى داكشي اللي كيجي من تركيا ولا دابا من اليابان واقيلا ولا مع 80 من كوريا يمكن حلقات 400 500 والناس كيتبعوهم. هذا سوق التلفازه اللي عارفه شنو لان بالعكس حنا ما قدرناش نخلقوا ايه ما وحنا نشوفها لابيل دوفر شنو واقع فيها. بالعكس راه كيبقى فيك الحال كتقول مثلا بهذوك الفلوس مثلا ديال المسلسلات التركيه ولا الصين ولا ديال اليابان راه نقدروا نديروا فيهم دي بتي سيت كوم سلسلات كذا. وحنا الحمد لله عندنا كيف كنشوفوا واخا انا ما نمشيش ولكن الان الممثلين الدراما المغربيه في رمضان اللي فات كانت متوفقه بزاف على الفكاهه الرمضانيه. كانت متوفقه بزاف دراما احسن من الفكاهه بزاف. بزاف يعني الان ولينا كنشوفوا الدراما المغربيه في التلفزيون كذا في خط تصاعدي. وعلاش الكوميديا ما غاديش في نفس التصاعدي؟ كيخدموا بزاف اعتبار ما ندويش على الناس انا ما حاضرش ليهم كيفاش خدموا العمل زربه ولا بالليل ولا بالنهار ولا ما بين 12 وجوج ما نعرفش انا هادشي. انا كندوي على ان ملي كتشوف العمل كتقول هناك شيء ما ناقص يعني. ناقص سي نورمال. عبد الخالق فهيد اللي تلاقيتي وزير الثقافه شنو تقول ليه؟ نقول له ودي انا اللي في الذهن ديالي الاساسي حاجه اللي شاطناني هو انا خص اعاده النظر في الكيت شارج. اي واحد انا اناشد اي مسؤول اناشده لان هذا الكيت شارج غادي عكس التيار ديال اي فنان وبالاخص الفنانه اللي ما عرفتش سي با
اللي مشاو من الدهن ديال بتاريخهم بعطاءاتهم بمجدهم ما كاينش على الخلق فايده. ماشي كنقول هنا باش نمشي نبكي ولا كذا ولا نقول لك لا لا لا، سير كنقول هذه نقطه شاطناك شاطناك، لان هاد الكيد شارج خصو اعاده النظر، خصو اعاده النظر. راه ملي كنقولوا مثلا هاد الكيد شارج لا جا اصلا، جا على اساس انه يخلق اشتغال للشركات الكبار حتى للصغار. فاذا بلقينا المساله بركات احد الكبار احد الشركات اللي معروفين صافي هما اللي خدام، والصغار والصغار داروا فايز. راه كاين اللي كيبريو عليه دابا، كان يبري على خدنا سكو كيبريو عليه. هاد الخلق فين تراجاوي؟ مابقاش هذا اخر سؤال والله العظيم. تراجاوياك ما لا شك فيه، مع كامل احتراماتي للوداديين نحبو نموتو عليهم جميل جدا، انا رجاوي. انت رجاوي مزيان. الرجاويين هاد الايام مقلقين شويه على جمال السلامي، انت منهم؟ ايه كاينه اشكاليه دابا الان عند الرجاء. التحليل ديالك دابا تحليل، ماشي انا ماشي واحد الكوايري اللي غادي نمشي معاك بعيد ونناقش معاك، انا غير معجب بهذا الفريق. اوكي كان بحال مثلا هاد الانتصار الاخير اللي جا غير مع